ازيكم يا جماعة، عاملين ايه النهاردة؟ طبعا جاي اعرض لكم البروجكت بتاعي. هو البروجكت بيتكلم عن اماكن ممكن نتفسح فيها في مصر. يعني هو بروجكت بسيط كده. عندنا اول حاجة صفحة الهوم، ده النافيجيشن بار. عندنا صفحة الهوم والكونتاكت اباوت اس، وعندنا المحافظات، عندنا القاهرة والجيزة والاسكندرية. تمام. والاكواد عملت النافيجيشن بار اللي هو الاكواد دي اللي هو ال اي، وعملت الدروب داون اللي هو علشان ينزل، عشان اللي هو ينزل السهم ده يعرض لنا اللي هو كايرو كده. وهنا حطت صور بتتحرك، يعني لو دوسنا على الصورة هيودينا الموقع اللي الصورة بتعرضه، يعني اللي هي القلعة دي. تمام. وهنا عملت فوتر، هنا لو دوسنا على صفحة الكونتاكت هيودينا صفحة الكونتاكت. عندنا لو دوسنا كول هيرن على الرقم اللي انا حاطه، ولو دوسنا سند ميل هيبعت ميل، بس انا ما عنديش برنامج الميل فعشان كده مش هيبعت. تمام. وهنا برضه عامل فوتر، وهنا بقى صفحة الاباوت اس كاتب ماي نيم مصطفى وماي ايدج 12 سنة. تمام. وبرضه عامل فوتر. وهنا صفحة الكايرو، هنا بقى في المتحف المصري وبرج القاهرة، لو دوسنا عليه هيودينا على موقع في جوجل. وهنا اهرامات الجيزة وحديقة الحيوان. وهنا الاسكندرية، مكتبة الاسكندرية وقلعة قايتباي. تمام كده. وهنا عندنا صفحة الكونتاكت، نسيت اقول لكم ان انا عملت اللي هو ان هو لما يرن على التليفون. هنا لحظة، ده قلت لحظة اخش على صفحة الكونتاكت. لحظة اهو، عندنا هنا اهو لو قلنا كتبنا تل وحطينا رقم التليفون. وهنا برضو لو كتبنا ميل تو، كتبنا الميل، هي برضو هيبعت ميل. تمام. وهنا بقى صفحة ال هنخش على صفحة الاباوت اس. عندنا الماي نيم وماي ايدج عاملهم، وبرضو حاطط فوتر هنا كمان. تمام. والفوتر علشان عملته شفاف، لحظة، الفوتر عشان عملته شفاف عملت باك جراوند كولر نون. تمام. بعدين نخش على صفحة المحافظات، عندنا كايرو، عملت الانيميشن ده. عشان اعمل الانيميشن ده استخدمت اللي هو لحظة، يعني حطيت لي الصورة عملت لها هاي معين وكتبت ترانزيشن 0.4 seconds. وهنا عندنا في الهوفر عملت هاي 200 بيكسل. تمام. عشان كده عمل اللي هو الانيميشن اللي انا عامله، يعني برضو عملت كله لنفس الصور. تمام. يعني بصوا، لو حتى لو دوسنا هيدينا على الموقع، بس انا عندي النت ضعيف فمش هيحمل. تمام. ده البروجكت بتاعي، واتمنى ان هو يعجبكم. سلام.